السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة سلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، ما راح أطول عليكم. الفيديو اليوم راح نحكي عن موضوع لم الشمل لأصحاب الحماية، يعني كل مين معه حماية سنة أو سنتين راح نحكي عن هذا الموضوع. تمام، الموضوع شو بيتضمن؟ بيتضمن إنه إذا أنت معك إقامة سنة أو سنتين بتحسن تعمل لم شمل ولا لا؟ أي واحد. اثنين، إذا أنت عامل عقد زواج جديد بعد دخولك على ألمانيا بتحسن تعمل لم شمل ولا لا؟ تمام، فراح أحكيكم هلأ على النقاط يلي عن هذا الموضوع، وبنفس الوقت إن شاء الله أعطيكم شوية معلومات للناس اللي بدها تستفاد من هالشريحة تبع الحماية. تمام، قبل ما نبلش، إذا بتريدوا اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن المشاهدات. يلا خلينا نبلش. هلأ بالنسبة اللي معه إقامة حماية سنة أو سنتين، إذا أنت جيت على ألمانيا، تمام، إذا أنت وصلت على ألمانيا وبأول مقابلة سألوك قالوا لك أنه أنت متزوج، وقلت لهم أنه إيه أنا متزوج، يعني أنت جيت على ألمانيا ورحت سلمت حالك شو هتقدم لجوء. إذا سألوك بالمقابلة وقالوا لك أنه أنت متزوج، قلت لهم أنت إيه أنك أنت متزوج وبدك تعمل لم شمل لزوجتك. تمام، هلا وقت انت بتقول لهم هي الحاله، هي القصه، بعد ما تروح بقى تنتظر ويجيك الرد من المحكمه، بيبعتوا لك مثلا اقامه حمايه سنه. تمام، قبل سنه 2018 كان كل مين معه حمايه سنه ولا سنتين قايل انه متزوج ولا ما له قايل انه متزوج ما بيحق له يعمل لم شمل. تمام، بس بعد 2018 طلع قرار وسمحوا لكل مين جاي على ألمانيا ومخبر بالمقابلة، يعني من عند دخوله بألمانيا مخبر انه هو متزوج، تمام، واخذ حماية، بحق له يعمل لم شمل لمرته وولاده. تمام، هاي نقطة، يعني كل مين اجى على ألمانيا وقال بالأول مقابلة انه ايه انه هو متزوج وبده يجيب مرته، وبعد بقرار حصل على حماية سنة أو سنتين، بيحسن يعمل لم شمل لزوجته أو لأولاده. تمام، هاي واحد. اثنين، بالنسبة للناس اللي اجت على ألمانيا، وصلت على ألمانيا وقالت بالمقابلة الأولى من أول دخولها عند ألمانيا قالوا إنهن عزابية ما لهم متزوجين، هدول الناس اللي قالوا إنهن عزابية ما لهم متزوجين، تمام، بعد ما يجيهم قرار المحكمة إذا حصلوا على حماية سنة أو سنتين، بعد ما يحصلوا على حماية سنة أو سنتين وراحوا عملوا زواج الوكالة اللي هو أنا شرحت فيه بفيديو، راح أحط لكم الرابط بالوصف اللي بيحب يشوف الفيديو يشوفه. فالناس اللي عم تعمل زواج الوكالة، هلأ في ناس حتقول لي إنه شو هذا زواج الوكالة؟ زواج الوكالة مثلا أنا موجود بألمانيا وبدي أخطب مثلا بنت من سوريا مثلا، او من الاردن او من لبنان او من فلسطين او من اي بلد. تمام، انا وبعمل زواج وكاله بتزوج زواج وكاله وبجيب هاي الاوراق كلياتها وبروح على استنب بهودي او بروح على المنظمه عشان اعمل لم شمل، القرار لم الشمل عم ينرفض. يعني هلا حتقولي لي انه ليش، يعني والله انه شيء غريب، يعني اللي اجا وحصل على حمايه سنه وكان قايل انه هو متزوج بيحسن لم شمل، واللي اجا كمان حصل على الحماية وقال انه ما كان متزوج وبيعمل لم شمل ويتزوج مثلا ويجيب مرته لهون، ممنوع. ليش؟ والله هذا مخ الالمان هيك، مخهم ما بعرف شلون بيفكروا شلون بيحسبوها، ما بعرف بصراحة. تمام، فالناس اللي عم تعمل زواج الوكالة ومسجلة انه هي عزابية من عند دخولها بالالمانيا، طلبات لم الشمل عم تتقدم وعم تنرفض. انا عم قلكن هذا الحكي ليش؟ مشان الناس ما تعذب حالها على الفاضي وتستنى وقت وتنتظر انتظار على الفاضي.
تمام. طبعا هذا الشيء اللي عم بحكي لكم اياه عن تجربه شخصيه، يعني ما عم بحكي لكم هذا الشيء انه والله اجى حدا حكى لي اياه، لا عم بحكي لكم هذا الموضوع عن تجربه شخصيه. زواج الوكاله، واذا انت جاي وقايل انك عزابي قدمت على طلب لم الشمل، لم الشمل عم يرفض. تمام، وضحت الفكره؟ تمام. هلا بالنسبة للسنة الجديدة اللي هي سنة 2022، في قرارات انطرحت بالبرلمان، وأنا شرحت بفيديوهات عن الموضوع هذا، رح أحط لكم كمان الروابط بالوصف اللي بيحب يشوف فيديوهات يشوفها. في قرارات طلعت بسنة 2022 قيد الدراسة، بس لهلأ ما نفذوا شيء. قالوا إنه بدهم يسمحوا للناس اللي عندهم حماية لو بتزوجوا بعد انه مثلا زواج وكالي بعد دخولهم ألمانيا، بدهم يسمحوا لهم، يعني يصير معاملتهم نفس معاملة الناس اللي معها 3 سنين او اللي معهم إقامة مفتوحة. تمام، القرارات لسه عم تندرس وما نزلت ان شاء الله، اول ما ينزل شيء انا فورا بعمل فيديو بخبركم ان شاء الله. طيب هلا شو الحلول؟ الحل بالنسبة للناس اللي معهم إقامة حماية سنة وجاي ومسجل انه عزابي، تمام، الحل اول حل انك تعمل عواض طلب لم شمل، تعمل طلب كفاله، تمام، اللي هو انه تعمل طلب كفاله تجيب زوجتك على حسابك وتكون انت الكفيل بهذا الموضوع، تتكفل بمصاريفها وجيتها، حتى اذا اجت لهون انت تدفع التامين الصحي، تدفع مصاريفها، ما بتاخذ شيء من الجوب سنتر، كله انت بدك تكون عامله. تمام، طيب هذا شلون بدك تساوي؟ اللي هو اسمه فيرفليشتونغس اكليرونغ، تمام، هذا الطلب اللي هو طلب الكفاله. هاد شو شروطه؟ رح احط لكم رابط بالوصف، كمان حاكي انا على الدعوه، دعوه شخص الى المانيا زياره او البقاء دائما في المانيا، رح احط لكم الرابط كمان، بس رح نشرح عن الموضوع هلا بهذا الفيديو كمان. الشروط، لازم يكون في عندك عقد عمل مفتوح، تمام، وتكون صار لك أقل شيء مشتغل 6 شهور، راتبك لازم يكون أقل شيء ساعتك 14 يورو. هلأ على الغلا يلي صاير في غلا، يعني أنت لازم تلحق نيتو تقريبا 1600 يورو إذا أنت بدك تعمل دعوة لشخص واحد، تمام، ويكون في عندك شقة بتكفي لشخصين، وبدك تعمل تأمين صحي، وبدك تعمل الهافت فليش فيرزيشنغ، تمام. هلا بالنسبه للهافت فليش فيرزيشنغ هذا ما له الزامي، بس تعملوا افضل مشان حمايه اكثر، يعني عرفت كيف؟ فهي حكيت لكم انا هيك لمحه عن الشروط، شوفوا الفيديو اذا بدكم بالوصف، حاكي انا الشروط كلياتها اللي لازم تجيبوها. هون بتعملوا دعوه كفاله، بس تعملوا دعوه كفاله بتقدموا الطلب بالاستنى بهوده، هن بقى بيدرسوا الطلب بيقولوا لكم انه في موافقة او ما في موافقة، تمام؟ هاي اول حل. الحل الثاني الاقامة المفتوحة. الاقامة المفتوحة اذا بتجيب اقامة مفتوحة ما عندك مشكلة، بامكانك تعمل لم شمل حتى لو متزوج بعد دخولك على المانيا، يعني مثل هلا مثلا واحد فات على المانيا بسنة 2014 وقال انه هو عزابي، وصل على ألمانيا حصل على إقامة 3 سنين، بيحسن يعمل لم شمل لو متزوج زواج وكالة، أو بده يكون معه إقامة مفتوحة لحتى يحسن يعمل لم شمل لو زواج وكالة، يعني زواج جديد بعد دخوله من ألمانيا، تمام. أما الحماية السنة والسنتين ممنوع، عم يمنعوا. أنا عم أقولكم هذا الشيء مشان تريحوا راسكم وما تضيعوا وقتكم على الفاضي، تمام حبايبي. وبالنهاية رح لكم شغلة، نصيحة من أخ لكم إن شاء الله، لا تأمنوا بالنظام الألماني، يعني لا حدا يتأمل كتير من النظام الألماني، لأن النظام الألماني كل موظف بيمشي على كيفه، في نظام على عيني وراسي، بس الموظف وقت بيحب يوقف لك شغلة يوقف لك إياها، طبعا كله بالأول وبالآخر هو ترتيب رب العالمين، بس هون الموظف اذا هو حب يوقف لك معامله ولا يوقف لك قصه ولا شغله يوقف لك اياها بكل سهوله. فلا تتاملوا كثير من النظام الالماني،
تمام صراحة، لأنهم عندهم قرارات غدارة، يعني بيجيك قرار بكركبك كركبة، بيغير لك كل جدول حياتك وكل جدول أمورك، يعني بخربطك خربطة. تكون أنت عم تحسب شيء وعم تساوي شيء، وبيجيك مثلا قرار هيك فجأة بفاجئوك، يعني ما بتعرف شو هو القرار. طبعا إن شاء الله ربي هيك ما بيضرنا ولا بيضركم بجاه سيدنا محمد. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله أكون قدمت لكم معلومات استفادوا منها. إذا عندكم أي أسئلة حاضرين إن شاء الله اكتبوا لي بالتعليقات. أتشكركم لحسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.